حقق فريق وفاق سطيف تأهلا لم يكن بالسهل إلى الدور الربع النهائي من كأس الجمهورية عقب فوزه على مضيفه شبيبة الشراقة. الفريق المنتمي للقسم الثاني هواد في مباراة وقف فيها أشبال الثنائي خلوفي وللزوم ندا قويا لأشبال في لود. احنا الحمد لله درنا باركور شباب في لاكوب دالجيري، وصلنا لجي اس ام سي، وصلناها الويتيام دو فينال. سيتي اون بريمير ليكيب، الحمد لله احنا دخلنا، عندنا شرف دخلنا ليكيب للتاريخ. البداية جاءت لشبيبة الشراقة، محاولة الطاهر بلار وجدت الحارس غول بالمرصاد، ثم محاولة أخرى من غربي في الدقيقة 28 توزيعته أبعدها الحارس غول للركنية. آخر محاولات المرحلة الأولى جاءت في الدقيقة 41 عودية وجها لوجه يضيع أمام براعة الحارس سليماني ومادوني في المتابعة يخطئ الشباك. لتنتهي المرحلة الأولى بالتعادل السلبي 0-0. Je pense la première mi-temps on a trouvé des difficultés les joueurs طاحوا في الجو فاسيل. Ils ont peut-être sous-estimé l'adversaire تاعهم. En deuxième mi-temps on a repris le match après les consignes تاع le staff technique. الشوط الثاني جاءت بدايته لشبيبة الشراقة، رأسية تنايت جنبة المرمى. الرد السطيفي جاء قويا في الدقيقة 49، المتألق جورمي يتوغل ويمرر لمادوني، هذا الأخير يفتتح باب التسجيل للوفاق. كما كنت صرحت قلت بلي كان الفرق من جانب الريتم، من جانب المستوى العالي، من جانب البدني تاع وفاق سطيف. الدقيقة 62 دلهوم يضاعف النتيجة للوفاق بقذفة رائعة لم يترك من خلالها أي فرصة للحارس سليماني. كما إنسان وفاق سطيف ستان غوند إيكيب، كانوا ملاح خل منا في فيزيك مون كاملة. محاولات الوفاق تواصلت وحملت ركلة جزاء في الدقيقة 75 ضيعها عودية أمام الحارس سليماني. قبل الضربة هذه، قبل ضربة الجزاء، قبل الضربة كنت حاسب اللي اللاعب عويدية شغل شوية يدير استفزازات مع الجمهور كدايا، شكيت بلي راح يدير البيشنات هذيك، ما خليته حتى تسمى دانيير مينوت وين رحت، ما طحت قبل الوقت، خليتها دانيير مينوت كيما كان معاوت وديت وحكمتها عاد. فعالية الصيفية تواصلت وبن شادي يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بتأهل منطقي للوفاق وخسارة لا تقلل من إمكانيات فريق شبيبة الشراقة الذي أدى لقاء مقبولا. نظن باللي لي جوار بخي او سيريو لو ماتش انا كوميم باكي طهوا بيت ينو يبي ما اقافي لو سكور. وما ننسوش بلي نلعبوا مع سطيف، سطيف فريق عريض ودا شامبيون عام اللي فات وكوب دالجيري، وحنا على كل حال لي جوار داروا كاع واش يقدروا باش يبينوا روحتهم ويديروا ان بليس للشراقه اللي جات كاع اليوم. الله غالب سطيف سي تان كرون كلوب، وحنا ما جيناش طامعين باش نربحوا، جينا طامعين باش نديروا ان بون ماتش. تاهل منطقي وتاهل يعني خلينا نعمل يعني بكل ارتياحية في الأيام القادمة إن شاء الله، لأنه تنتظرنا مواعيد هامة وهامة جدا، وإحنا في رحلة الدفاع عن اللقب يعني راح يبقى إن شاء الله يعني من بين أهدافنا أن نلعب إن شاء الله الأخذ بهذه الكأس إن شاء الله. لأن رضوان الخبرة، الخبرة تتفوق على الحماس والإرادة، والدليل على ذلك أنه فريق الشراقة صمد 45 دقيقة، ولكن اللي شاهدوا المباراة أكتب بأنه في 30 دقيقة الأولى أدوا نصف ساعة في المستوى فريق شراقة، ومعنا ربما
مراد لهم يزيد يأكد هذا الشيء. ولكن المستوى من حيث الخبرة ومن حيث الاستعدادات كي تبريباري انت اون ايكيب تاع ليليت مع ايكيب هاوية ماهوش نفس الشيء. فريق وفاق سطيف حتى هو ولا يتعود على ملعب عمر حمادي، لأنه المرة الثانية اللي يجي في كأس الجمهورية لهذا الملعب ويعود بالفوز وبالتأهل. أعتقد بأنه كان المستوى متباعد نوعا ما، خاصة في الشوط الثاني وين ظهر فرق واضح بين نعم لفريق وفاق سطيف. ولكن حبيت نسأل سي دلهم اللي رمي راكم تحاولوا كيفاش تحافظوا على الكأس الجمهورية وحتى على البطولة الدوبلي حصلتوا عليه الموسم الماضي، ولكن هذه المرة عندكم حتى كأس رابطة أبطال إفريقيا اللي راح تجي بعد أسبوعين على ما أعتقد، وبالتالي راح تلعبوا على ثلاث جبهات. أسكو راكو كابابل تكونوا يعني واجدين وحاضرين كما كان يهضر لك مقبلة سي سمير بوجعران، من حيث احنا في الجزائر اللاعبين تاعنا ما يكونوش في بعض الأحيان محضرين، ما عندناش مام لي موان دو ريكيبيراسيون، بزاف امور اللاعبين ما يكونوش الاساسيين والاحتياطيين، في بعض الاحيان تكون الامور صعبه للنادي حتى بحجم وفاق سطيف. يعني نقول يعني وفاق سطيف ما فيهش غير 11 لاعب ولا 12 لاعب، فيه 25 لاعب ولاعبين كامل، يعني اي مقابله يعني نلعبوها يكونوا يعني محضرين لها. يعني هذا كل يولي المدرب لو يدور في التشكيله، يعني لحد الان هم بلاسك هم لعب لي جوار، يعني يكون لعبوا يدير لهم دي ماتش في كرعيهم باه يقدر في منافسات اخرى يقدر يلقى في حتى مع المنافسه الافريقيه هذه ماشي مخوف ما تخوفناش، يعني عندنا دو ماتش برك، يعني مش حاجه باننا نعقبوا المجموعات اللي كتب ربي ان شاء الله. هذه هي يعني مش مخوفنا، دو ماتش دير كات ماتش، كات ماتش غادي يوتور بلس لي سيت ماتش تاع الشامبيونا بلس لا كوب دالجيري لو كان تحبوا توصلوا حتى للنهائي. يعني عندكم نتلاقاو شويه صعوبات بس حيتك احنا كما نقول لكم رانا موجودين لهذا ماراثون في نهايه الموسم. اي لازم سامر في نفس السياق، يعني ترك مختص في كره القدم، ما راك تشوف باللي الفرق الجزائريه ما عندهاش امكانيات كبيره باش تلعب على اربع جبهات؟ هي حقا كما قلت قال الاخ يعني رضوان، احنا عندنا امونك فلاغرون تاع لي مويان باش تدير بور جوي هكذا اون غروند كومبيتيسيون. لكن نظن باللي كيما وفاق سطيف يعني متعود على هذه المنافسات هذه، وعنده فريق يعني اللي راه يعني دار موسم من احسن ما يكون، وخاصه ان الفريق نتاعنا كي تدخل جينيرال ممكن تدخل في لا بيريود هذه دائما الريسي ستادير او ديبار. احنا المشكل نتاع الفريق نتاعنا كي يعني كي يدخلوا في لي بول ولا يعني في الصائفه، يعني وين اللاعبين لازم يكون تكون البطوله انتهت، اللاعبين يكونوا براتيكمون ابو كما يقولوا سو لو بلون، خاصه سو لو بلون فيزيك خلاص البطوله، خاصه الفريق اللي كما قلت يلعب على زوج جبهات كما فريق وفاق سطيف لا يلعب على البطوله وربما يقدر يلعب حظوظه كامله في الكاس. نظن باللي بما ان راح تلعب يعني هاد المباراتين في مازال ما خلصتش البطوله، عندهم حظوظ كبيره باش يقدروا يجوزوا يعني لي بول والفتره اللي يلعبوا فيها. علاش يتعبوا؟ علاش الفرق الافريقيه الاخرين ما يتعبوش حنا كما لان الفرق الافريقيه ربما جينيرالمون يلعبوا يعني في لي بول تكون البطوله تاعهم بدات سبع جولات تم الجولات كانوا كملوا الترجي والاهلي والزمالك. لا احنا الموسم الماضي فريق الاهلي ما كانش عنده بطوله، سي بور سا كان كاع لي زيفور تاعهم كانوا في الشامبيونون. الترجي ان ايكيب مونك دو كومبيتيسيون تدي لك لا كوب دافريك تدي لك الشامبيونز ليغ. كما سي ديفيسيل لان شوف انا قلت لك احنا ما عندناش امكانيات طيله العام باسكو الاسترجاع ماشي في اخر السنه. لازم اللاعب يعني يكون محترف باتم معنى الكلمه، تكون عنده امكانيات باش يعني ريكيبيري تو لون، ويكون ان بلون داكسيون ان بروغرام لو نومبر دو ماتش اللي يلعبهم وقت يدير الراحه تاعو شحال يعني وقت يدير السالير تاعو يعني وقت يدير لابريم تاعو بغض النظر على الامور المورال تاعو يكون على الامور يعني خارجه على يعني الفني يعني تاثر ثانيك على الاخر، وهذا نظن باللي هذا هو روحوا الان.